مرحبا، شلونكم يا رب؟ ان شاء الله تكونون بخير. هسه راح ناخذ تور بالعراقيه. واسراء تضحك. الو، كمناهج لازم يكون الطالب عنده اساس قوي بالمواد البيسك. طبعا هنا هذا المكتب، تصوري هم انا بلش هيك مثل يعني شو يسموه هذا، زجاج مصورتنا العظيمه شو اسمه هذا. المهم طبعا مرين يعني البدايه المدارس سنتر طب العراقيه. طبعا شوفوا هذه هي، بس وين تفتح الاضاءه على نفسي طلع الفيديو. هل من هنا تطلع الاسئله؟ September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. مرحبا، شلونكم؟ مثل ما تشوفون هنا هي الجامعة العراقية، من خلالها تدخلون، ومننا راح نبدي ناخذ تور بسيط خفيف سريع بالجامعة العراقية. سابقا نسوي لكم فيديو وهواي اشتهر، ومن خلال الفيديو مالتي عرفتوا الجامعة العراقية. فاليوم ان شاء الله راح ناخذ تور سريع، وبنفس الوقت اكو فد شيء موضوع كلش مهم اللي هو التصنيف العالمي او الاعتمادية. So let's go. طبعا شنو احنا عندنا؟ ثلاث كليات موجودة بمجمع العظمية، طب الأسنان والتربية وهذا الطب العام. فأنا ما علي بالطب الأسنان ولا بالتربية، راح أصوركم أروقة طب العراقية. هذه هي مكتبة خاصة بالمستلزمات، وكل شيء راح تشوفون عندها، فصراحة غراضهم كلش نايس. بنفس الوقت مثل تمشون هذه هي الكافتيريا. الكافتيريا الموجودة تغيرت أكثر من مرة، وحد ما صارت هذا هو بالشكل النهائي. يلا خلينا نكمل الجولة. هنا عندكم المكتبة اللي كل شيء استنساخات، فد مستلزمات دراسية تحتاجوها، كل شيء موجود بهاي المكتبة، مكتبة عامر. وأنا سبق ومصورة مقاطع قصيرة منها، وإذا عندي فد يعني فد فيديو أنزله لكم. شوفوا، ومن هنا راح تكون هي مجموعة من المختبرات بالإضافة إلى قاعات دراسية موجودة بهذا المجمع. خلينا ندخل. يا قبل لا يدخل بهذا المجمع اللي بيه قاعات وبيه بعض المختبرات، راح أشوفكم هنا قاعة صراحة من القاعات كانت المفضلة بالنسبة إلي، اسمها قاعة الكندي. تعالوا نشوف شلون شكلها حلو من الجو. شو يعفو؟ أنا واقف بيهم وسلمت عليهم. اي، فهذه هي قاعة الكندي من القاعات المفضلة بالنسبة لي. ومثل ما تشوفون رسالة الاعتمادية، والفيديو السابق كانت الاعتمادية وشنو الاهداف منها وليش الكلية تكون معترف بها عالميا. وهذه هي قاعة الكندي من جوا، طبعا عندهم بروفة خاصة باهداف الاعتمادية واهميتها بتخريج كفاءات واطباء يكونون قادرين انه يمارسون المهنة، بنفس الوقت يزيدون من جودة المؤسسات الصحية والخدمية. فهذه هي قاعة الكندي. تعالوا يلا كملوا وياي الجولة. هسه راح ندخل بهذا المجمع اللي هو اغلبه بقاعات دراسيه، وايضا اكو مختبرات للمراحل الاوليه. يعني طبعا هنا الاستعلامات او الريسبشن اللي تلقون مثلا اغلبه عند الاشياء الضايعه، تستفسرون عن شيء معين راح تلقون هنا. So let's go. خلينا نكمل الجوله. هو المجمع هاي او البنايه هاي متكونه من ثلاث طوابق، واكو مصعد بس خاص للتدريسين والدكاتره. هنا قسم التسجيل اللي هو اغلب الهويات والوثائق والنتائج تطلع من عندهم. هنا ايضا وحده الوثائق مثل ما تشوفون. وطبعا هذا راح يكون مثل الريسبشن بس صغير. اكو قاعه اسمها قاعه الراز. نشوف على الطابق الثاني اللي هو بمختبر التشريح ومختبر البايوكيمستري او الكيمياء التحليليه. هذه هي مجموعه من اللوكرات الخاصه بالطلبه، بالإضافة إلى هذا هو مختبر التشريح. هو مختبر التشريح سابقاً كنت عارفة بجماعة من الفيديوهات، مختبر متكامل، أكو داتا شو للعرض، أكو شاشة كبيرة معروضة، فالتشريح يكون كلش ممتع بهذا المختبر. راح نشوف مختبر البايوكيمستري أيضاً. Thank you so much. هذا هو مختبر البيولوجي، نفس المختبر، فكرة المختبر مع التشريح. يعني هم نبي أدوات وهم نبي هستوباثولوجي مرات يأخذون هنا. وايضا بهذا الممر اكو مختبر بايوكيمستري.
مرات اكو طلاب هنا فما اقدر اصور. نفس الوقت انا صورت سابقا لا تلاحظون مجموعه من الفيديوهات. الطابق الثالث بالعماده او ما يسمى بالعماده او رئاسه الجامعه فوق اللي هو بين عميد مجموعه من الدكاتره. خلونا ناخذ جوله سريعه فوق. هذه مجموعه من الدفع السابقه بهذا الجانب. مننا اكو قسم الماليه، اكو اللجنه الامتحانيه مننا تطلع الاسئله، بالاضافه الى قسم الماليه اللي عندهم دفع موازي، اللي عندهم مثلا مستحقات ماليه وغيرها. خلص الطابق الثالث وبالاحرى هذه البنايه خلصت. خلينا نشوفكم بالسنتر نرجع. اكو ملاحظه صغيره هنا ولوحه الاعلانات، هنا بالعاده تكون يعني اغلب النتائج، اغلب التنبيهات او الانذارات ما راح يحطوها باي اطار يكون به زجاج. انا كلش احب هاي البوسترات اللي تكون بيها توعيه عن امراض معينه او عن فد مشكله معينه بالمجتمع موجوده، فكلش احب هذه الاشياء. مثل ما قلت لكم كلش احب هاي النوعيات اللي تكون اكو فد بوسترات معينه، اكو فد يعني توعيه خاصه بش امور معينه. فخلينا نكمل التور اللي صاير بالبنايه الاخرى. هذا هو السنتر اجمع. هنا صايره الكافتيريا، هالجهه صايره المكتبه. طبعا سياده العميد الطب العراقيه الاستاذ الدكتور احمد نزار الدباغ مشكورا يحاول يخلي اروقه الطب العراقيه باحلى ما تكون. خلونا نشوف المكتبه. طلعت بالتصوير. طبعا هذا سجاد اللي ما يعرفه سجاد سي هلو. يلا خلونا نكمل. البنايه او السنتر تغيرت اكثر من مره ولحد الان هي ما ثابته على فد ديزاين معين. فمثل ما تشوفون بها قعدات حلوه وحتى اكلهم طيب، وبمعنى انه تقدرون تعتبرون كافتيريا ثانيه مناسبه لاعداد الطلبه بالجامعه العراقيه. هذه هي مكان المنضده حاليا. سابقا ما كانت هنا بس لغرض الترميم بالجامعه العراقيه تم نقلها بهذا الاتجاه. طبعا هناك حيكون قسم الاعلام او قسم الاتصالات وقسم التصوير بنفس البنايه، وهنا اكو سنتر خاص او الكافتيريا. هذه هي المكتبه الخاصه بالدراسه والقراءه. اغلب الطلبه مثل هنا يجون الدراسه والقراءه، وشيء جدا حلو انه احنا نشوف المكتبه ما زالت بتطور مستمر. تعالوا نشوف المكتبه من الداخل. هنا عندكم تقدرون تستعيرون مجموعه من الكتب العلميه، وطبعا اكو شغلات كلش مهمه حابه اقولها. بليز لا حد ياكل بالمكتبه، المي ضروري، بالاضافه الى الكلام الجانبي. انت جاي تدرس هنا ما جاي تحكي، اكو سنتر بحكي. مثل ما تشوفون هنا انه اكو بعد ما زال اكو بناء، شيء حلو مثل الدخوليه للبنايه هذه، لان ما شاء الله هذه البنايه كلش عميقه واغلب الشغل والدراسه واللود تكون بهاي البنايه. فتعالوا نشوفها وبعدين ان شاء الله من تصير بحله جميله هم ارجع اصورها لكم. طبعا ما شاء الله الكليه جدا مزدحمه، اكو طالبات من التربيه يجون مرات هنا بالسنتر، طب الاسنان مرات، فاحنا متداخلين مع بعضينا. يلا تعالوا نكمل الجوله. هي عيادات خاصه بطب الاسنان، يعني يسوون حشوات وقلع وهذه، وهم شغلهم حلو ومرتب. فتعالوا نطب للبنايه الثالثه. هذا هو الجزء او دخولكم من هنا للبنايه الثالثه. انا اسميها بنايه ثالثه بنايه ثانيه حسب، يعني لان الكليه عباره عن قواطع يعني. فراح ندخل هالبنايه وتشعباتها. اكو مختبر خاص بمختبر الادويه او مختبر الامراض، نفس فكره مختبر التشريح. في الحديقه بها مجموعه من الازهار، طبعا اكو اشجار، هاي مستقبلا توفر ظل كلش حلو، توفر متنفس وتوفر خضار حلو وتوفر فد انتعاش حلو. هذه هنا مجموعه حلوه من اللوكرات، وسبقا انا مسويه ريال حلو عن الافكار اللي اشوفها باللوكرات. مثل ما تشوفون اكو حاطين استيكرات، طبعا هنا باللوكرات يحطون الكتب، يحطون اللابكوت، الادوات المستلزمات الطبيه، اوكي؟ وراح تشوفون منها على طول اروقه الجامعه. خريج طب العراقيه طبيب يعتمد عليه، ليش؟ لانه يتلقى تعليمات عاليه، بمعنى انه الاعتماديه لها اثر كبير بانشاء نظام تعليمي واشراف عليه من قبل لجنه من قبل المجلس الوطني. احد اعضاء اللجنه دكتور قتيبه، سوري. عندنا بالاعتماديه 9 محاور، من ضمنها المحور اللي انا مسؤول عنه حاليا هو محور البرنامج التعليمي. كمناهج لازم يكون الطالب عنده اساس قوي بالمواد البيسك اللي هي الاناتومي، البايوكيمستري، الفسيولوجي. شفنا الفسجه بالمرحله الثانيه كانت عندنا 120 ملزمه قويه كلش، ولا فارماكولوجي اللي يقدم على اختصاص يقول له كليتك غير معتمده. وحال حاله للمعادله خارج البلد، مثلا بعض الطلاب يقول لك انا ما اطلع خارج البلد، ما اهتم. لا، حتى الاختصاص داخل البلد حيكون جماعه الاعتماديه لهم اولويه، اصلا اللي ما عنده اعتماديه على البورد والدراسات كل هذا
ضروري تكون عندنا اعتماديه بهاي الامور. So let's continue. تعالوا نكمل. كنت من جهه العراقيه كنت اشك هوايه يعني بهواي شغلات من العراقيه، اقول بان بفلان مشكله فلان مشكله، فهسه جت الفرصه بانه احنا يعني اقل فرصه بانه احنا نحسن من واقع العراقيه، خاصه انه الاعتماديه تهم هوايه طلاب، لان تفيدنا احنا كجامعه عراقيه محليا ودوليا، احنا راح نبرز من ضمن الجامعات الرصينه اللي هي تكون المعترف بها والرصينه. وطبعا شكرا جزيلا. هسه خلونا نكمل وما زالت جولتنا مستمره. لان ايضا عندنا اعضاء من اللجنه الاعتماديه وما زالوا مستمرين يعني بدار مدارس سنتر الطب العراقيه. طبعا ما زالت جوله مستمره بنفس الحديقه عباره عن مخدم سنتر للطب العراقيه بالنصيره وما زالت بعد بها ترتيبات. طبعا هنا عندنا قاعه ابن الهيثم. هذه هي قاعه ابن الهيثم، وهذه قاعه تكون وياها الشير مع القاعه الثانيه اللي هي قاعه ابن النفيس نظرا لاكتظاظ اعداد الطلبه بالجامعه العراقيه. وهذا الشيء طبعا الفعاليات الطب العراقيه بكل يوم عالمي بكل فد موضوع له اهميه كبيره بالنسبه للطلبه وبالنسبه للهيئه التدريسيه راح تكون العراقيه موجوده مكتظه بهذا كذا بوسترات مفيده ورائعه. خلونا نكمل التور بالعراقيه. اكو قاعه الدراسات العليا، هذه هي قاعه ما اعرف فيها رقم بس انتم حسبوها بالتعليقات، اسمها قاعه ابن البيطار. خلونا نشوفها. قاعه ايضا لها شير مع قاعه ابن النفيس. هنا الدكتور يعرض المزمه ومثل ما تشوفون. خلونا نصعد ونكمل التور بالقاعات الدراسيه والمختبرات اللي صار فوق. رؤساء الافرع. هنا فرع طب الباطني. هنا عندكم مختبر الباراسايت. اوكي، هنا عندكم رئيس فرع الادويه. مثل ما تشوفون هنا مجموعه من الدرجات اللي يسوون في الاعلان يعني عن الروتا او درجات النظري او درجات الاوسكي مرات رئيس فرع الامراض او ما يسمى الباثولوجي اللي يخلصه في ثالث ورابع، فرع الجايني او فرع النساء والتوليد. مثل ما تشوفون معلقه صور اللي هي درجات الطلبه الخاصه بالاوسكي او الخاصه بالنظري. خلينا نكمل. هنا عندكم الكوميونتي ميديسن فرع طب المجتمع. وطبعا احنا عندنا بحث كوميونتي ميديسن فقط بصف رابع تاخذون تسوون بحث او ما يسمى بالسيمينار يعني. قاعه ثانيه لقاعه الدراسات العليا. هنا فرع طب الاطفال. ايضا مختبر خاص بالباراسايت، مختبر خاص بالمايكروبيولوجي. القاعه اغلبها تكون مخصصه لمرحله اولى، فتعالوا نشوف شكلها من جوا. اكثر قاعه تقريبا تاخذ اعداد كبيره تقريبا يعني. شوفوا هذا الشير، هاي تقريبا ثلاث شاشات موجوده للشير الخاصه بالدراسه. فرع الاحياء المجهريه، وهذه مواد راح تاخذوها ان شاء الله بمواد البيسك يعني مراحل الثالث الثانيه مراحل الاوليه. مثل ما تشوفون ايضا بوسترات مختصره عن هذا الفرع. طبعا هنا هي قاعه الزهراوي، واكو قاعات مخصصه لكذا مرحله، اكو لا مو شرط. هي قاعه الزهراوي وشكلها كلش حلو مثل ما تشوفون. مثل ما تشوفون حاليا الشغل مستمر ليل ونهار على مود تكمل الجامعه باحلى ما يمكن. الطابق الثالث هي قاعه ابن زهر، وهاي القاعه بها مننا ايضا من الجانب الاخر مجموعه من غرف الاوسكيات، الغرف المخصصه للامتحان الشفوي لطلبه كليه الطب. تعالوا ناخذ جوله سريعه بها. هي مجموعه من غرف الاوسكيات. قاعه ابن زهر بها داتا شو، واغلب مرات الاوسكيات ايضا تكون موجوده هنا. طبعا من هنا ننهي التور مالتنا او ننهي الجوله الخاصه بينا بالتور الخاص بالطب العراقيه. ان شاء الله عجبكم الفيديو، نشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد بموضوع مختلف. اكتبوا رايكم بالتعليقات.